كتير بنسأل حالنا بكتير من الأوقات ليش الأشخاص بحياتنا عم يبعدوا عنا، بالرغم من إنه الناس كتير بتحب الصراحة وقول الحقيقة، ولكن كتير بينفروا منا أوقات أو بتكون هي السبب الوحيد لحتى إنهم يبعدوا عنا. فكيف ممكن نحن نحل مشكلة هذا التناقض؟ أكيد في أسلوب لحتى نعبر فيه عن صراحتنا وعن الحقيقة يلي بدنا نحكيها بأسلوب منيح أو آراء تكون مدروسة شوي. أكيد عفاف، مثل ما قلتي يمكن أحياناً الأسلوب الشخص نفسه هو اللي بيفرق، يعني ممكن صحيح. أنا أكون قادر أني أنا أوصل معلومة أو أوصل رأيي، ولكن طريقة كيف بوصل هذا الرأي الأسلوب هو اللي ممكن يخلي الناس تبعد عني أو تنفر. مشان هيك في ناس بتقلك سبحان الله هذا شو ما قال لي أنا بتقبله، في ناس تانين شو ما حكوا حتى لو كان كلام بسيط أنا ما بقدر أتقبله. اليوم رح نحكي عن هاي الأساليب اللي أنا بقدر أعبر فيها عن رأيي، عن نصيحتي أو حتى عن مشاعري من دون ما أكسب بعد الناس أو عداواتهم أو حتى أني حس أنه أنا مكروه ورأيي غير مرغوب فيه. كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الاستشارية رهف تسابحجي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا هلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي يا هلا. خلينا بالبداية هيك نعرف ليش الأشخاص بيطالبونا أنه نحن ما نكذب عليهم، نكون صادقين، بس بنفس الوقت لما بنحكي الصراحة بيكون هاد سبب لحتى يبعدوا عنا. بيقولوا الصراحة وقاحة. تكون وحدة لابسة فستان جديد ومبسوطة فيه وفرحانة، فجأة بتجي رفقتها بتقلها مسمنك، مطلعك مو حلوة، فقديش بتنقهر وهي بتكون دافعة عليه دم قلبها وبتكون كتير حاببته. يعني أوقات كتير قصة الصراحة بتكون يعني لاذعة، بتضايق، بتزعج، بتقهر. أوقات كتير يعني نحن عم نكون صريحين كرمالكم، يعني إذا نحن ما قلنا لكم أنتوا كيف يعني بكون تزبطوا حالكم؟ فمعتقد عند العالم أنه نحن إذا كنا صريحين ودجينا الحكي دج، فهيدا الشيء بيخلينا أنه نقدم نصيحة تكون مفيدة للأشخاص الآخرين، لكن الشيء اللي بيصير أنه الشخص الآخر بيبتعد عنا، بيتضايق، بينزعج، بينقهر، وهذا الشيء اللي بيخلينا بعدين أنه نحن نبعد عن بعض. فمهم جدا نستخدم شيء اسمه الأسلوب. كل إنسان لازم يستخدم مهارات جديدة، من هاللحظة لازم يبلش يتعلمها. طيب استاذه رهف، يعني اليوم عم نحكي عن انه نحن بدنا ننقل الواقع من دون ما نجمله، لانه كمان المجاملات بتصير غير مرغوب فيها، كمان الشخص اللي بيجامل زياده عن اللزوم ما بقى بيتاخد برايه مع الوقت، فكيف انا ممكن انقل الواقع بس بطريقه مثل ما بيقولوا مهذبه لطيفه ما ازعج اللي قدامي؟ اهم شيء نستخدم ما يسمى بالفيدباك ساندويتش، ساندويشه التغذيه الراجعه. لنفترض رحتي على مطعم وانت طلبتي برجر، طلبتي سندويشة برجر، وهذا المطعم كان أفخم المطاعم. رحتي بس إجا الأوردر، إجا الطلب، إجاكي صحن بقلبه قطعة لحمة فاخرة كتير وبس، تتقبليها؟ أكيد لا. أكيد لا، غير الطلب. أكيد لا. ليش؟ إنها طلبت سندويشة، حتى لو كانت اللحمة يعني كتير غالية وكتير ممتازة وكتير طيبة، لكن ما بتنبلع معنا. فمهم كتير يكون في الخبزة والخس والجبنة والبندورة كل التفاصيل وكل هدول الحباشات. وهيك نحن لما بدنا نحكي مع الآخرين أو بدنا نعطيهم أي نصيحة أو نقد، مهم جدا نستخدم هاي الصندويشة. طيب شو مكونات هاي الصندويشة؟ أول شيء دائما أي شخص لازم نحكي شيء إيجابي، إطراء. يعني أوقات بيقولوا في مثل أنه إذا ما لقيت شيء حلو بالشخص قل له زرار قميصك حلوين. فدائما نعطي شغلة إيجابية لحتى الشخص يبلش يرتاح. يعني فرضا الفستان تبعه مو حلو أو مسمنة، فنحن إذا بدنا نقول له مسمنة يعني حيصير ردة فعل إيه لا وأنا حاببته وعاجبني، وما حتسمع النصيحة أساسا. ليش؟ لأنه عم تكون قوية ولاذعة. طيب في نقطة كمان، لما عم نحط إيجابي مثلا بنقول له يعني انت الستايل تبعك كتير حلو، بس شوفوا كلمة بس ولكن تلغي ما قبلها. قد ما حكينا شيء ايجابي قبلها، بس لحظة، بس نقول هاي الكلمة خلص كل شيء قبله التغى. لذلك مهم جدا انه نلغي من هالسندويشة كلمة لكن وكلمة بس. طيب
شو بدنا نحكي كيف نقوله. طيب الستايل تبعك حلو، لما بتلبسي الوان غامقه تعطيكي ستايل احلى بنحفك، هذا الشيء محبب لها لانه انت بتطلعي فيه كثير كول وجميله وحلوه. فهذا الشيء انا شو اعطيته هون؟ انا اعطيتها النصيحه يلي بدي اياها تساويها، يعني بدل ما اقول لها هذا اللون او هدول الالوان الفاتحه بسمنك، اعطيها شو لازم تعمل. يعني وقت شخص طيب اوكي شو بدي ساوي، فاعطيه شو اللي بدك اياه يساوي. فدائما بنحط بدل ما ننتقد بنحط الشيء يلي الافضل للشخص انه يساوي. كمان بدنا ننتبه لنقطه كثير مهمه يلي هي نبره الصوت. انا اذا بغير نبره الصوت تبعي، يعني بقول له القميص تبعك انت ستايلك حلو تمام، قميصك هاد بدك تغيره، مجرد ما غيرت النبره لاحظوا شو صار، الوعي تبعنا تنبه عمل هيك اليرت هيك فلاشات وقال استنى في شغله مو منيحه جايه. لذلك مهم جدا نستخدم نفس النبره نفس التون. يعني امير انت ستايلك حلو، البيس القمصان يلي مثلا الى ابه بيعطي جماليه اكثر، هيك مرقت واكلها وهو مبسوط تمام. في نقطه مهمه اوقات الاشخاص بيقولوا لك إيه لا ما حينتبه لها، مين قالكم؟ بالعكس لما بنحكيها هيك الشخص رح ياخذها ويتقبلها وياخذها باللاوعي تبعه. ليس بالضروره دائما كل شيء نقد 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 ولازم يكون بالوعي. الاشياء اللي بياخذها الشخص باللاوعي تبعه بتاثر على المدى البعيد اكثر من الاشياء اللي بياخذها بالوعي. طيب هون هلا خلينا ننتقل للطرف الثاني اللي عم يتوجه له حكي وصراحه. كثير من الاشخاص بجوز بيكونوا حوالينا او بيعبروا عن رايهم بدون قصد مكيود او كره، بيكون لمصلحتك. مثلا انا عم اقول لك ابتك ما ظابطه فانا ما عندي اسلوب تمام، بس انت بتعرفيني انه انا، او ممكن تكوني ما بتعرفي بهي اللحظه انه انا مثلا مو عن كره او مو عن غيري او كذا، تقولي ما الله غيراني مني. هون قد ايه الطرف الثاني لازم يكون اكثر مرونه بتفكيره، انه ما ياخذ الامور على محمل الشخصنه ويشخصن الامور والله لانه بتكرهني، لا عادي بلكي يعني انا ابتي اذا بتزبط اكثر اوكي. يعني في اشخاص دج باسلوبهم وما عندهم اسلوب ثاني يعني او ملتوي او مرن. هون الطرف الثاني قد ايه مهم انه ياخذ كل شيء بمرونه وبسلاسه؟ الاكثر مرونه هو الاكثر نجاحا. كل ما كان الانسان بياخذ الموضوع بهدوء وما بياخده من الناحية السلبية فهو بيكون ناجح وما بيتأثر وما بيتضايق. بيقولوا خذ النقد، إذا عجبك ضبه وإذا ما عجبك أنت طالع ارميه بزبالة. هي الكلمة جدا مهمة وجدا لما الواحد يفكر فيها، إذا عجبه أو لقى فيه إنه هو عن جد يعني في شيء إنه هو يطور له من حاله أو يطور له من تفكيره أو أي شيء فياخده ويستفيد منه. أوقات نظرة الآخرين ممكن تعطينا حالة من التغيير، التغيير نحو الإيجابية أكثر، نكون أفضل نكون أحسن. أما إذا لقاها لا هي نقد لاذع مؤذي مزعج ارميها بزبالة وخلصت، ما يضل يفكر فيها. نحن مشكلتنا إنه لما حدا بينتقدنا نرجع بعدين وبنقعد بيننا وبين حالنا وبنعمل هيك قعدة ونبلش بقى بنزعل وبنتضايق وبننقهر وبنعيد وبنكرر نفس الكلمات، يعني بنضل عم نعيدهم. طب خلصي لا نرجع بنعيدهم نرجع بنعيدهم. طيب ممكن الشخص هو هيك طريقته، فانا بدي بلش درب حالي انه مو اي كلمه اتضايق منها. يعني اشخاص كثير بتحكي وفي ناس بتحكي بيقولوا لك الكلمه على راس لساني وخلص انا بحكيها، ليس بالضروره انه هي هيدا الشيء دائما بتقصده. في اشخاص كثير ما عندها اسلوب للاسف. طبعا هذا مو مبرر، لازم الشخص يلي بيلاقي حاله انه ما عنده اسلوب يتعلم الاساليب، يتعلم كيفيه النقاش مع الاخرين او يحتفظ برايه لحاله. يحتفظ برايه لحاله تمام. هلا اوقات الناس بقول لك لا ما بدي احتفظ فيه، بدي احكي بدي اعبر بدي اقول. واكثر شغله هي بيستخدموها على السوشيال ميديا، يا لطيف كثير بيعبروا وبيعبروا تعبير. يعني مثلا حدا بيكون كاتب بوست بطريقه معينه بينزلوا فيه يعني بطريقه يعني رهيبه،
طيب خلص يعني وصلونا الفكرة بطريقة شوي يعني دبلوماسية شوي رايقة مرتبة، لا 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 لازم نحكي له، لازم يعرف، لازم يساوي. فهون مهم جدا كل شخص يتعلم، ما بصير الواحد انه خلص يقول ايه هذا انا يلي مو عاجبه عاجبه، اللي ما عاجبه اوكي لا يحكي معي. فجدا مهم الشخص يتعلم الاساليب كيف يحكي. طيب اذا اجى شخص ما بيعرف يحكي ما يزعل، ما ياخذها شخصيه، يعرف انه مسكين لو كان عنده هاي المهارات اكيد ما كان حكى بهي الطريقه. اكيد. طيب هون استاذ رهف كمان ما بيفرق الشخص العادي اللي بيعرف امكانياته والشخص اللي عنده ذكاء اجتماعي او ذكاء عاطفي، كمان هي بتفرق؟ لانه اليوم ممكن شخص جرب كذا مره وبعدين بلش لا يغير من نفسه ويتعلم لحتى وصل لاسلوب معين. كل شخص يمكن انت بدك اسلوب معين تقلي له. صحيح. في ناس بتقول لك انا بحب الشخص اللي بيقول لي الشغله من دون ما يلف ويدور، تمام، حلوه او بشعه، ما بدي حدا يقول لي لو كانت هيك كانت احلى ولو اغمق شوي. بحب الراي مثل ما بيقولوا المباشر الصريح. فقدمهم كمان مهارات الشخص او الذكاء الاجتماعي تبعه بهيك خليني اقول منطقه من الحوار. الذكاء الاجتماعي هو مهم جدا عند كل شخص. لما بيكون اول شيء بيعرف ذاته، عنده ثقه بنفسه، هي اهم نقطه. وقت الانسان ليش بيزعل؟ لانه عنده حاله الثقه تبعه مهتزه، ما عنده هي الثقه القويه، ما عنده انه هو بيعرف حاله شو عم يساوي. فدائما بياخذ الاخرين وافكارهم ورايهم فيه بشكل كثير جدي، بس مو انه يحسن من حاله، لا، بشوف انه انا كيف العالم عم تنظرني، نظرت لي بشكل سلبي معناتها خلص انا بنهار، انا شخص سلبي، انا بتضايق، انا بزعل. طب اخي حدا اعطاك نقد سلبي معناتها خلينا نشوف، تقبله، خده، ممكن تقلب لعنف منه يعني. طبعا اوقات كثير النقد مفيد جدا جدا بحياه الانسان، لانه بيرجيكي وبيضوي على جوانب نحن ما بنكون شايفينها من قبل. الاخرين بيشوفوها من منظور ثاني، لانه هن دائما عم بيطلعوا من برا، فبيشوفوا هيدا الموضوع انه بنظره مختلفه. فخلينا ناخذها مثل عده كاميرات، يعني لما ناخذ راي عده اشخاص بعدين نحن نحكم حالنا، نحكم عقلنا، فممكن ناخذها من عده زوايا ونستفيد. هذا الشيء بخلينا انه نساوي شيء افضل، نطور حالنا احسن. ف كثير مهم انه الاشخاص يلي بيقولوا مثلا اوكي انتقدني، معناتها انت عن جد اذا بتحب الصراحه بدك تاخذها شلون ما كان، بطريقه قويه لاذعه ولا خفيفه ولا دبلوماسيه ولا كيف ما كان. فكمان نحن لازم نتدرب على هذا الشيء. حدا قال لي لا الشيء اللي لابسه مو حلو، لابستي مو حلو، مو ظابط، شعراتك مو حلوين، كذا، دول اشياء كثير، وخاصه عند الانثى، الانثى كثير، وخاصه اذا حدا قال لا سمنانه تمام او ما حلو اللي لابستيه او ستايلك مو ظابط، فكثير كثير بتنقل عليهم بقول لهم يلا مره هيك ومره هيك. تمام. لا تزعلوا، مو ضروري راح يكون ظابط دائما يعني. صحيح، هي الدبلوماسيه وهذا المرونه. هلا سلمى عندك مرونه بالتعامل مع الاشخاص وهي شغله كثير ممتازه، انه اوكي ما بتاخذيها بشكل شخصي، بتاخذيها انه يلا اوكي، لانه اغلب الاوقات 90% بس تكوني ظابطه ما حدا بيقول لك انك ظابطه، هن بيستنوا هال 10% وبيمسكوها لحتى يقولوا لك. فاذا بدك تناوليهم اياها ما بتمشي الحال، انت بتتعبي. مزبوط. لذلك اوقات كثير الناس بتطلع على الشيء الناقص، بيقولوا فينا مثل قاعدة أينشتاين لما عمل كل شيء صح وإجا خربت بمسألة واحدة أو برقم أم كل العالم جمهرت عليه. خلينا هيك بآخر دقيقة من الوقت، طبعا كمان ما بدنا ننسى أنه الأطفال جدا صريحين وكتير بيعبروا عن بياض قلوبهم وصفاوة نيتهم، أنه كمان ما بيكون في بنيتهم شيء. أكيد إذا طفل قال لي كلمة ما رح أتحسس منها، بالمقابل ممكن يكون في أشخاص كبار كمان يعني في نية صافية جواتهم وما يكونوا بيقصدوا شيء. خلينا هيك نعطي نصيحة للأشخاص بشكل عام للي بيتعرضوا لآراء فظة خلينا نقول وقاسية، كيف ممكن إنه نتعامل معها؟
لا تاخذ الموضوع بحساسيه ولا تعتبر انه الاشخاص هن ناس بيكرهوك. طب واذا برجان الحوت؟ اذا برجان الحوت لا، برجان الحوت بيكون ظرف. اوكي. فدائما الانسان ما ياخذ الشيء بحساسيه، ما يتضايق من كل كلمه، ما يتحسس منها، لانه هذا الشيء بياثر على صحته وصحتكم بالدنيا. هذا اهم شيء، دائما نفكر انه الكلمات الايجابيه والكلمه الحلوه دائما لها اثر بقلوب الناس، ودائما نخلي عنا لساننا حلو ونتعلم كيف نحكي بطريقه منمقه تخلي الاخرين انه هن ينبسطوا منا ويكونوا اقرب منا. اكيد، مثل ما بيقولوا عفاف، الكلمه الحلوه طالعه والكلمه البشعه طالعه، ما بنخسر شيء اذا بس اخترنا كلمه حلوه. لهيك يسعد صباحك دائما، وشكرا لك وعلى كل المعلومات اللي بتقدمينا اياها. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.